الحمد لله. نحن الحين في أجواء جميلة في جدة ما شاء الله تبارك الله، يعني إجازة نهاية أسبوع مطولة وما شاء الله تبارك الله مع الويكند دخلت مع بعض إجازة طويلة وحلوة، والأجواء جميلة في جدة والناس من كل مكان جاية هنا وتنبسط، ونحن الحمد لله مبسوطين ما شاء الله تبارك الله، يعني الأجواء كلها سعيدة. يعني جالب انتباهي التطور السريع اللي صاير في مملكة جدة من وقت الوقت، يعني ألاحظ فيه تطور، ألاحظ فيه اهتمام، ألاحظ فيه يعني أشياء جميلة. طبعا أجواء جدة ما تعوض، وكذا الجميع يشوف شايف بحر وجدة غير. طلعنا اليوم بمناسبة الأجواء الجميلة هذه ساعدت في الحضور في المكان هنا داخل الكورنيش البحري أو وجهة البحرية، واستمتعنا ما شاء الله بالأجواء الله يعلم. الحمد لله على كل حال. والله جدة احنا ننزل لها كل خميس وجمعة على الأجواء الحلوة والزحات المطر هذه القليلة، وجدة ما يحتاج معروفة فجوها الشهرين هذه اللي راحت سكانها وكل شيء فيها جميل.